باريش باكتاش يغادر المسلسل التلفزيوني ظهور الدم. كان لهذا الادعاء تأثير كبير في عالم المجلات، فهل هذه الادعاءات صحيحة؟ لا تنسوا مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية لتعرفوا الإجابة على هذا السؤال والمزيد من المعلومات. فاز باريش باكتاش الممثل الرئيسي في مسلسل ظهور الدم بقلوب الجمهور بأدائه الناجح على مدار موسمين، وخاصة أن انسجامه مع يغمور يوكسي يعد من العناصر المهمة التي تجعل المسلسل قابلا للمشاهدة. باريش باكتاش الذي جذب اهتماما كبيرا في الخارج، لديه معجبين في العديد من البلدان. إذا من أي بلد تتابعون مسلسل ظهور الدم؟ شاركوني باسم بلدكم في قسم التعليقات. يقال أنه تم تقديم عروض كبيرة لباريش باكتاش للموسم المقبل، لكن يجب أن أشير إلى أن هذه العروض سينمائية وليست مسلسلات تلفزيونية، وهذا يعني أن باريش باكتاش سيواصل الموسم المقبل مسلسل التلفزيوني ظهور الدم. يقال أن هاندا أرتشيل تعتبر شركة لباريش باكتاش. لنفترض أن الممثل الوسيم لم يقبل هذا العرض بعد، يبدو أن باريش باكتاش الذي يريد قضاء عطلة قصيرة بعد الموسم المزدحم غير حريص على المشاركة في مشروع السينما. فهل تعتقدون أن باريش باكتاش يجب أن يقبل هذا العرض؟ وهل تعتقدون أن باريش باكتاش وهاندا أرتشيل سيكونان متوافقين؟ لا تنسوا أن تشاركوني أفكاركم في قسم التعليقات.